صراحة أنا فرحانة بزاف اليوم بالافتتاح ديالي في مدينة طنجة. صراحة هذا كان بين الأحلام ديالي والحمد لله اليوم حققته، وكنت فرحانة بالناس ديال طنجة. صراحة ما حشمونيش لهلا يخطيهم. ليش اختاريت مدينة طنجة؟ لأنه أنا ديما في خدمتي كنحاول نشوف مع من حيت حنا كنخدمو سوغ بلاس، يعني في مكناس، وكنخدمو أونلاين، ومن بين المدن اللي كنليفريولهم بزاف وكنخدمو معاهم بزاف وكنصيفطو لهم طلبيات بزاف هي مدينة طنجة. دونك كانت لا كونسونطراسيون ديالي تامة على مدينة طنجة، وكنت كنقول إن شاء الله المدينة اللي غنحل فيها غتكون مدينة طنجة بإذن الله. صراحة أنا وليت كنفوكاليزي باش أنني نخدم مع الناس الدراويش، نحاول نخدم مع اللي عنده واللي ما عندوش، كل شيء بس نحاول نجيب لهم شي حاجة في المستوى وبثمن جد مناسب. صراحة شنقول لك، راه ماشي سهلة باش تكون غروسيس مور غروسيس، يعني حامل مور حامل، كتكوني مازال حتى ما رجعتيش صحتك. هي معروفه ان من بعد الحمل راه خصك واحد 8 شهور ديال النقاهه باش انك كترجعي صحتك. وهذا كتب الله قدر الله والحمد لله، ربي رزقني وحملت دغيا، فكانت صعيبه عليا باش انني فعاود ما نرجع صحتي، عاودت من داو جديد، ولكن الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله الحمد لله. الصراحة الحمد لله بحكم الطبيبة ديالي الله يجزاها بالخير، كنوجه لها تحية من هنا دكتور ماغا، كتعطيني الخاطر، كتحيد لي ستريس. الحمد لله العملية كدوز مزيان، دغيا كنوقف الحمد لله مفيش الفشوش، دغيا كنوض واخا كتكون زعما واصلة فيك العظم، ولكن كتنوضي الحمد لله. الصراحة تجربة الحمد لله مزيانة. وما نكذبش الوالدة ديالي كنوجه لها تحية من هنا، لأن ماشي سهلة تكوني كتوحمي والمحمل يكون كيجيك صعيب، يكون عندك بيبي ويكون عندك خدمة ويكون عندك التزامات. فالأم ديالي كانت هو الدرع اليمين ديالي الأول، وكاين الزوج ديالي وكاين الناس اللي كيعاونوا الحمد لله الله يجزيهم بالخير. شو انا ميمكنش ما غاديش ندير لولدي اسبوع باش نشرح لكم، حيت انا راه مازال عندي الريزال. دابا قلت غادي ندير احتفال مع العائله ومع الاصدقاء المقربين، يعني داك الشيء اللي كنت درت العام اللي فات والفنانين، وهذا مع تحيه ليهم ما غاديش نديرو، يعني نفضل مثلا انني نديرها صدقه على وليداتي، داك الثمن باش نجيب فنان ونخلصو. هذا غنجيب غنفرح بولدي، ولكن هذا كنفضل نفرح به شي الناس اللي مساكن ما عندهمش، الناس اللي محتاجين، الناس اللي كيولدوا مساكن والله يحسن العوان، الناس اللي ما عندهمش والدين. هذا البرد راه لا اله الا الله، الواحد يدير شويه الخير باش الصدقه راه كتهز علينا شحال من حاجه. انا صراحه ما عندي حتى شي صديقه مقربه في الدومين، كلشي الاصدقاء ديالي، كلشي كنعرفو، كلشي كنهضر معاه وهذا. ولكن ديك صديقتك تهضري صباح وعشيه تنعسي وتعاودي لها وتعاود لك، داك الشيء ما بقاش عندي. وثاني حاجه ما كنبغي نحرج حتى شي واحد، يعني هذا بروجي ديالي وهذوك خدمتهم، انا ما يمكنليش نحرج شي حد نقول له اجي، يقدر يحسبها بحال كنقول له جي دير لي الاشهار ولا اجي. هذا الحمد لله عندي الناس ديالي اللي كتثق فيا وكتبغيني وكتكبر بيا الله يجازيها بالخير، فكنفضل انني نعتمد على راسي باش غدا بعد غدا ما يجيش شي حد يقول لي راه لا دراعي دارت هذه الحاجه. ما كتعرفيش، حيت التجربه ديالي في الحياه خلاتني نتوقع اي حاجه من اي واحد. شو انا كما قلت لك كندير اثمنه جد مناسبه، والله الا كنربحوا واحد لا مارج اللي قليله بزاف، اللي الا قلتها لكم ما طيح لك، يعني ما تقولي
وكيفاش تسلكها. وتبارك الله راك شتي المحل الموقع لي شارج لي بيرسونيل تبارك الله. مثلا في مكناس عندنا وصلنا حتى ل 10 11 لي بيرسونيل في الصيف. تبارك الله عندنا لي شارج، عندنا مهم لي شارج طالعين، وداك لا مارج اللي كنقنعوا بها يعني قليله، ولكن انا كنعتمد على لا كونتيتي. والحمد لله الناس ديالي تثق فيا وتتبغيني كيتبعوا. انا كنقول تبعني غير واحد 100,000 وتكون فيده ليا وكتبغيني وكتثق فيا، عندي الفضل وراس المنبوس يدي من هنا ومن هنا الحمد لله. سر اختي العزيمه، انا ديما كنقولها في لي ستوري، العزيمه والاراده راه وانتوما انتوما درتو فيا النفس. الصراحه ما الانسان منين كيغلط ما كيحسش براسو، حتى كيلقى راسو وصل لواحد الوزن كيقول اه كيفاش انا وصلت لهنا. ولكن الحمد لله كتجي واحد النهار كتفيق من القلبه كتقول لا، هادشي اللي انا غادي فيه لصحتي لذاتي لليماج ديالي للبراند ديالي، بما انني كنبيع الحوايج خصني نبريزونتيهم وهذا. فدونك درت شويه ديال النفس وتعاونت راسي بدي برودوي اللي الحمد لله عطاوني نتيجه، ما درت لا عمليه حتى حاجه. هادي يكونوا اكيدين منها، لان بزاف الناس كيقولوا لا منال درت العمليه ومشات لبرا وهذا. اقسم بالله ما درت لا شفت لا نحت لا بالونغاس تخي كثر رياضه والله ما درتها، يعني مشي معاك حتى بعيد. وهذه ماشي نصيحه زوينه، بالعكس الانسان ما حدو يضعف يدير الرياضه باش ما يبقوش عنده لي غولاشمون. ولكن ان شاء الله كنقول غير نرجع صحتي واحد 6 شهور ان شاء الله ندير الرياضه باذن الله. محمد غالي بحال ولف فهمتي دابا غيتا وصافي بحال ولات يقول لي ماما واش عام الجاي نجيبو غزال، ونحسب له كل عام نبدا نولد ليه. صافي الحمد لله مزيان. علاش ما بقيتش كندير اليوتيوب بزاف؟ ما كاينش الوقت، هذه اول حاجه. يعني اليوتيوب راه واخا الناس كيبان ليهم ساهل فيديو حطي، لا فيديو فيه خدمه سورتو لا. واليوتيوب صراحه ولا في شكل والله الا اليوتيوب شحال هادي كان زوين دابا ولا كونتينو ما عرفتش انا. من الله يسهل على كل واحد، ما نقدرش نحكم على شي حد، ولكن والله الا كانوا دي فلوك كان اجواء. انا بعدا لو كونسيبت ديالي عقلوا عليه كلشي، كان اجواء عائليه ديما العرضات عندي في الدار ديما التجمعات، والحمد لله مازال حد الان غير هو الوقت باش نصور فيديو ونمونتي ونخدم ونلبس ونقابل الدراري وهذا. والله ما بقى الوقت ما كاينش، وشحال مره كنقول غنرجع وما كنقدرش نرجع، غنرجع وما كنقدرش نرجع. صعيب صعيب انك توافقي هاد الشيء كامل. شو انا ما كنمني على حتى شي حد، واحد اللحظه ديال غضب واحد اللحظه ديال الضغوطات النفسيه ما كتحسش براسك شنو كدير في واحد لحظه غضب، ولكن ربي اللي عالم انه عمرني في حياتي ما نويت ندير ديك، حيت انا من الناس المنتقدين تقول كيفاش هذا شو كيوقع لي وهز التليفون وكيبكي وكيتنخصص. ما تجيني في شكل دي، انا كنت كنتقد هاد الناس، ولكن انا فاش تحطيت في هذيك انا راه ديما منين كيوقع لي شي مشكل راه الناس اللي كيتابعوني كنغيب صافي كنطفي التليفون. عمرني طلعت في شي ستوري قلت ولدي مريض ولا بنتي مريضه، حتى كدوز لحاجه كنعاودها. وكاين شي حوايج عمر الناس ما ساقوا لهم الخبر، عمر شي حد ما عارفهم ولا شي حد يعرفهم، لان كل واحد سد عليه باب دارو عنده اسراره. بيان سور اي واحد غيبغي يبين الحاجه الزوينه راه كنقولوا اللي مثالي اللي كيخرج داك الشيء ديالو ولا. المهم ما نحكمش انا على الناس، ولكن داك النهار انا كنت وقع لي واحد الضغط اللي خلاني نوصل لهذيك الدرجه، ماشي لخاطري وندمت عليها وما نعاودهاش ان شاء الله. القوة الهضره وصافي، راك عارفه الانسان يهضر من هنا يحرش من هنا، انسان جا عندك هي ضيف وساعد المكانه بغى يمشي في حاله ويجي ويبدا ينتقد لك ويدير لك دي غومارك. حنا كنمشيو لديور الناس كنشوفوا شي حاجه عجبتني ما عجبتنيش ما نقولش. ما عرفتيش شنو قدرتي واخا انت قلتي هضره بالنسبه لك عاديه، ولكن راه هضره نوضات الصداع. لا لا الصراحه الحمد لله الناس اللي انا شوفي انا الناس اللي جاوا عندي اللي من ديما عندي معاهم الغولاسيونيل، راه في كل فتره تقدري تشوفي واحد جا وثاني مشى، هذه هي الحياه. غير حنا في السوشيال ميديا داك الشيء كيبان، وانا اللي جا يجيه الخير.
انا ما بيني حتى شي مشكل وبين شي حد اللي بارك ليا شكرا ليه واللي ما باركش حتى هو شكرا ليه. ناقص واحد ناقص موج لا ما عندي مشكل مع حتى شي حد وما عمر ما كان عندي المشكل مع شي حد. انا واحد الانسان اللي نقدر ما كنواجهش ضرتني شي حاجه صافي ما نقدرش صافي ما نعاودش نقول لك حتى السلام. انا هكا دايره كنعطي قلبي كبير وهذا ولكن يقدر شي جست بحال هكا ولكن ما عندي مشكل مع حتى شي حد. كناكد لك هذه القضيه هذه زعما الحمد لله الامور عاديه سلام سلام مازال دايره لي ابوني دايره لا ابوني عادي بركات لي ما بركاتش هذاك تيبقى كل واحد وشنو بغى. لا لا مازال راه كنوجد كوليكسيون د رمضان والله الا على حقها وطريقها ان شاء الله غير باش توافقي. راه كنقول لك راه صعيب توافقي بين هذا وهذا وهذا ولكن كنبغي نحط شي حاجه تكون في المستوى. انا كنوجد اون كوليكسيون ديال رمضان وكنوجد المهم ان شاء الله كل شيء جاي في الطريق باذن الله. حاليا كنفكر ولكن خليني نقعدوا هذا المحل ونقادوا ونفرحوا به عاوتاني تيعجبني تنشوف اللي دابا بحال دابا المحل مكنس الحمد لله صافي نهضر عليه ما نهضرش عليه خدام على راسو هذا كذلك هذا المحل نوقفوا ونشوفوا ان شاء الله باذن الله علاش لا. شكرا لاله مولاتي اللي ديما حاضره معنا في ليزيفينمون ديالنا والافراح ديالنا والمسرات ديالنا و تحية الناس ديال لاله مولاتي وشكرا للناس ديال طنجه كيف كبرتوا بينا الله يكبر بكم. فرحت بزاف 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 ما كنتش متوقعه هذا الكم الهائل تبارك الله السلام ما شاء الله لا ينتسالي لينا وهذا الشيء كيفرح وكنبغيوكم. شكرا. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.